بروكالسيتونين تيست. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بالبروكالسيتونين. في البداية هنبتدي بكارت التعريف اللي بيحتوي على المعلومات المختصرة للكالسيتونين. أول حاجة وهي السينونوم أو الابريفيشن اللي نستخدمها، البروكالسيتونين بنختصره إلى البي سي تي، بنقيسه في عينة السيروم وكمان بنقدر نقيسه في عينة البلازما سواء اللي بيبقى عليها الهيبرين أو الإيديتا كأنتيكوأجولين. Reference value up to 0.15 نانوغرام على الميلي لتر. Method of estimation بنقيسه عن طريق الإلايزا تيست والميونوتربيديمتري أسي وكمان الرابيد تيست. ثلاث طرق بنقدر نستخدمهم في قياس البروكالسيتونين. البروكالسيتونين عبارة عن سمول بروتين بيتكون من 116 أمينو أسيد، عشان كده هو عبارة عن سمول بيبتايد. بيحصل له فورميشن after stimulation لل CALCG، هو المسؤول عن تكوين البروكالسيتونين. بعد ما بيحصل له stimulation بيفرز المسنجر RNA، وبدوره بيقوم المسنجر RNA بتكوين البروكالسيتونين. البروكالسيتونين بيعتبر البريكيرسر of كالسيتونين هرمون، بمعنى بعد ما بيتكون البروكالسيتونين بيتحول للكالسيتونين هرمون. البروكالسيتونين بيحصل له production في الموست سيل اند تيشوز، بمعنى ان البروكالسيتون ما بيحصلوش برودكشن من اورجان واحد ولكن بيحصل له برودكشن في الديفرنت سيل والتيشوز الموجوده داخل الجسم. البروكالسيتون بيحصل له انكريز ان ريسبونس تو سايتوكاين ريليزد ديورينج بكتيريال انفيكشن. في حاله حدوث البكتيريال انفيكشن بيحصل انكريز للانفلاماتوري سايتوكاين اللي هي عباره عن الانترلوكين 1 بيتا والتيومر نكروزيس فاكتور الفا والانترلوكين 6، دي كلها بنسميها انفلاماتوري سايتوكاين، بيحصل لها انكريز في حاله حدوث البكتيريال انفكشن، والسايتوكاين دي مسؤوله عن الانكريز في البروكالسيتونين ليفل في البلد. بينما في حاله الفيرال انفكشن بيحصل انهيبيشن للبروكالسيتونين سيكريشن نتيجة لأن في حالة الفيرال انفكشن بيحصل انكريز للانترفيرون جاما، والانترفيرون جاما بيعمل انهيبيشن لعملية الاكسبريشن للCALC جين المسؤول عن تكوين البروكالسيتونين. عشان كده في حالات الفيرال انفكشن بيبقى فيه لو ليفل للبروكالسيتون. البروكالسيتونين كاينيتكس بيحصل rises of calcitonin level في البلد بعد 4 to 6 hour after onset of infection. زي ما احنا شايفين في الكيرف بيحصل انكريز للبي سي تي بعد 4 ل 6 ساعات من حدوث الانفكشن، وبيوصل لمرحله البيك وزن 15 تو 24 اور من بدايه الانفكشن. زي ما احنا شايفين في الكيرف بنلاقي ان الكيرف بيوصل للبيك بعد 15 ل 24 ساعه. بعد كده لو الانفكشن حصل له ستوب او حصل له كنترول عن طريق البادي او النتيجه للتريتمنت يبتدي يقل البروكالسيتون، والديكريز بيحصل باي هاف اتش دي افتر كنترول اوف ان انفكشن، بمعنى ان بيحصل ديكريز بسرعه كبيره جدا للبروكالسيتونين بحيث ان تقريبا بيقل للنص كل يوم بعد عمليه التريتمنت، لان الهاف لايف بتاعته بتبقى 24 ساعة. عشان كده سرعة الديكلاين بعد الانكريز بتبقى سريعة جدا. والبروكالسيتونين عنده greater sensitivity and specificity than other markers of inflammation in sepsis زي الـ CRP والانترلوكين 6. زي ما احنا شايفين في الرسمة الموجودة قدامنا بنلاقي فيه markers كتيرة جدا بتزيد في حالات الانفلاميشن وحالات السيبسيس. البي سي تي بيبقى more sensitive وspecific للبكتيريال انفكشن عن السيتوكاين زي الانترلوكين 6 والانترلوكين 10 والتيومر نكروزيس فاكتور، كمان بيبقى مور سبيسيفيك عن الاكيوت فيز بروتين زي السي ار بي، لان زي ما احنا شايفين بيزيد وبيقل بشكل منفصل عن السيتوكاين وعن السي ار بي اللي بيستمر في الزياده لفتره طويل. عشان كده البروكالسيتونين بيبقى مور سنسيتيف اند سبيسيفيك فور سيبسيس فور بكتيريال انفكشن. الميكانيزم اللي بيحصل بيها السكريشن للبروكالسيتونين بتنقسم الى اتنين ميكانيزم. اول ميكانيزم بنسميها الاندوكراين ميكانيزم، ودي بتحصل في البارا فولوكولار سيلز، من خلالها بيتم ستيموليشن للكالسيتونين مسنجر ار ان اي اللي بيعمل برودكشن للبروكالسيتونين
وبعد كده البروكالستونين بيتحول للكالستونين هرمون، والبروكالستونين بيتحول للكالستونين نتيجة للانتراسيلولر كليفج اللي بيتم داخل الجولجي أباريتس، واللي بيحصل فيه تحول من البروكالستونين للكالستون. زي ما احنا شايفين فرق الحجم ما بين البروكالستونين اللي بيبقى طويل والكالستونين اللي بيبقى حجمه صغير، عشان كده بيحصل أكتر من كليفج أو بنقطع أكتر من منطقة عشان نحصل في النهاية على الكالسيتون. بعد كده الكالسيتون بيحصل له سيكريشن وبيوصل للبلازما، والسيكريشن هنا بيبقى ريجوليتد سيكريشن، بمعنى بيحصل انكريز في الكالسيتون هرمون نتيجة لزيادة الكالسيوم في البلازما، ونتيجة لزيادة الكالسيوم بيحصل اندوكراين ستيمولاشن للبارا فلوكولار سيلز الموجودة في الثيرويد جلاند، وهي المسؤولة عن سيكريشن للكالستونين بكمية كبيرة جدا عشان تقلل الكالسيوم في البلد عن طريق البريسيبتيشن داخل البون. فهنا البروكالسيتونين بينتج في البارافلوكولار سيلز ولكن ما بيخرجش للبلد لان بيحصل له كليفج داخل الجولجي أباريتس، وعشان كده الكالستونين فقط هو اللي بيطلع وبيوصل للبلازما. الميكانيزم الثانية وهي اللي بنسميها الهورموكاين، وهنا الاستيمولس بيبقى عبارة عن الانفلاماتوري ريسبونس اللي بيحصل نتيجة للبكتيريال انفكشن، والبكتيريا بتحتوي على اللايبوبوليساكرايد في الممبرين أو بكتيريا. اللايبوبوليساكرايد هو المسؤول عن السكريشن للانفلاماتوري سايتوكاين زي الانترلوكين 1 بيتا والتيومر نكروزيس فاكتور الفا مع بقية الانفلاماتوري سايتوكاين، هي المسؤولة عن الانكريز اكسبريشن للـ CALC جين، وهو اللي بيكون الـ CT messenger RNA. بعد كده الـ messenger RNA بيكون البروكالستونين بكمية كبيرة في السيتوبلازم. بعد كده داخل الجولجي أباريتس ما بيحصلش كليفج أو موديفيكيشن للبروكالستونين، عشان كده البروكالستون بيحصل له سيكريشن من السيلز وبيوصل للبلازما وبيزيد الليفل بتاعه نتيجة للبكتيريال انفكشن. وكل ما يزيد كمية البكتيريال انفكشن وخاصة في حالات السيستميك بكتيريال انفكشن بيزود انتاج البروكالستونين بشكل كبير جدا في البلازما، وعملية السكريشن دي بنسميها الكونستيتيوتيف سكريشن وزود بروسيسنج، بمعنى ان البروكالستونين بيتكون داخل السيلز وبيطلع زي ما هو وزود كليفج، وعملية البرودكشن دي بتتم في الموست بادي سيلز وخاصة البارينكايمال سيلز زي الأديبوز تيشو والليفر والبنكرياس ومجموعة كبيرة جدا من البادي سيلز. عشان كده البروكالستون بيبقى more sensitive وspecific للبكتيريال انفكشن، وزيادة البروكالستون في البلازما نتيجة للبكتيريال انفكشن ما بيؤديش لزيادة الكالستونين لأن ما بيحصلوش كليفج بعد ما بيحصل السكريشن في البلازما، بيفضل بروكالستونين زي ما هو، وعشان كده احنا بنقدر نقيسه في البلازما كبروكالستونين وبنستخدمه كماركر للسيبسيس او البكتيريال انفكشن. واحنا بنقول على البروكالستونين سبيسيفيك للبكتيريال انفكشن لان في حاله الفيرال انفكشن بيؤدي للانكريز اوف انترفيرون جاما، وده عباره عن انفلاماتوري سايتوكاين بيبقى مخصوص للفيرال انفكشن. الانترفيرون جاما بيعمل انهيبيشن لعمليه الاكسبريشن للبروكالستونين جين، عشان كده في حالات الفيرال انفكشن ما بيحصلش زياده في البروكالستون، عشان كده البروكالستونين تيست بيعتبر سبيسيفيك للبكتيريال انفكشن والسيبسيس. وزي ما احنا شايفين في الفيديو اللي قدامنا ده البكتيريا بتتحد مع التول لايك ريسبتور وبعد كده بتؤدي لزياده الانفلاماتوري سايتوكاين، والانفلاماتوري سايتوكاين هي اللي بتؤدي لزياده البروكالستونين في البلازما نتيجه لزياده الاكسبريشن اوف سي اي ال سي جي. بينما في حالات الفيرال انفكشن بيحصل انكريز للانترفيرون جاما، والانترفيرون جاما بيعمل انهيبيشن للسي اي ال سي جي، وعشان كده في حالات الفيرال انفكشن بنلاقي ان البروكالستونين ما بيحصلوش انكريز. الانديكيشن أو why we measure بروكالستونين، أول حاجة البروكالستونين بيساعد في diagnosis of sepsis. حاجة تانية بيفرق ما بين البكتيريال infection from viral infection. كمان بيساعد in detection of secondary bacterial infection. كمان بنقيس البروكالستونين عشان بنستخدمه كguide for antibiotic treatment. وكمان بنستخدمه for monitoring of effectiveness of antibiotic treatment. زي ما احنا شايفين البروكالستونين بيساعدنا في عملية التشخيص وكمان بيساعدنا في الجايدنس للتريتمنت.
بمعنى لو اكتشفنا ان في سيبسيس او بكتيريال انفكشن بالتالي بنبتدي الانتيبيوتيك تريت. وكمان لو البروكالستونين المستوى بتاعه قل ده بيدينا انديكيشن عن الافكتيفنس للانتيبيوتيك تريتمنت وبالتالي بنعمل ستوب للانتيبيوتيك تريتمنت عشان طبعا ما نزودش عمليه البكتيريال ريزيست. لو احنا فضلنا ندي الانتيبيوتيك لفتره طويله بالرغم من عمليه الكنترول على البكتيريا او اختفاء البكتيريا من الجسم. الانتربريتيشن زي ما قلنا البروكالسيتونين بيزيد في حالات السيبسيس وخاصه السيستميك بكتيريال انفكشن، وكل ما يزيد عدد البكتيريا اللي بتتحد مع التول لايك ريسبتور بتؤدي ل increase of بروكالسيتونين بكميه كبيره في البلازما. السبب الثاني لزياده البروكالسيتونين وهو الاذر انفلاماتوري كونديشن اللي ما بيبقاش سببها البكتيريال انفكشن زي في حالات التروما، حالات السيرجري، البانكرياتايتس، البيرنز، المايوكاردال انفاركشن، الاورجان ترانسبلانت ريجكشن، سم اوتو اميون ديسوردرز، وكمان في حالات الملاريا. كل دي حالات بتعمل انفلاميشن داخل الجسم وبتزود البروكالستوني، ولكن زيادة البروكالستون بتبقى اقل من الزيادة في حالات البكتيريال انفكشن او السيبسيس. البروكالستونين رينجز زي ما قلنا ريفرنس فاليو للبروكالستونين بتبقى up to 0.15 نانوغرام على المليليتر، ومستوى الزيادة في البروكالستونين correlates with the severity of bacterial infection، بمعنى مقدار زيادة في البروكالستونين بيدينا indication على كمية البكتيريال infection الموجودة داخل الجسم. عشان كده المستويات اللي بتبقى أكبر من 2 نانوغرام على المليليتر ده بيدينا indication على high risk of sepsis or septic shock on first day of ICU admission، بمعنى ان لو المريض داخل في اول يوم داخل الـ ICU unit وقسنا البروكالستونين ولقيناه أكتر من 2 نانوغرام على المليليتر ده بيدينا ان في high risk نتيجة لوجود السيبسيس وممكن يؤدي لسيبتك شوك وبيحصل ديسك أو مورتاليتي للبيش. المستوى اللي بيبقى أقل من 0.5 نانوغرام على المليليتر ده بيدينا indication ان في lower risk of progression to sepsis or septic shock، لأن الزيادة هنا بتبقى زيادة بسيطة وعشان كده هنا المريض بيبقى عنده low risk ان يحصل له septic shock. المستوى ما بين 0.5 إلى 2 نانوغرام على المليليتر ده يدينا indication ان في non-infectious condition زي في حالات البيرنز والتروما والسيرجري والكارديوجينيك شوك. دي حالات بتبقى non-infectious معنى ان بيبقى سببها مش البكتيريا ولكن بيحصل inflammation نتيجة للأسباب الموجودة قدامنا دي. ما بنيجي نعمل interpretation للبروكالسيتونين levels بناخد بالنا من مجموعة من الايتم ولازم نفسر معنى الانكريز ومعنى الديكريز اللي احنا بنسميها what procalcitonin result mean. في حالات وجود الهاي ليفل ان بيشنت اللي بيبقى عنده سيمتوم في الحالة دي بيبقى في هاي probability of sepsis or possibility of current sepsis واللي بيدينا indication على وجود السيريس bacterial infection. ولكن لو البروكالسيتونين ليفل بيبقى لو بنفسر عملية الديكريز على حسب حالة البيشنت. لو هو البروكالسيتونين لو في سيريسلي ال بيرسون في الحالة دي بيبقى في لو ريسك اوف سيبسيس، معنى ان بيبقاش في احتمال لوجود السيبسيس، ولكن احنا لازم ناخد بالنا ان احنا ما بنعملش اكسكلود لوجود السيبسيس لانه بيبقى ممكن يبقى في المراحل الاولانية نتيجة لان حالة المريض بتبقى صعبة. عشان كده لازم بنقيس مرة تانية عشان ننفي وجود اي بكتيريا لينفيش. بينما وجود اللو ليفل اوف بروكالسيتونين في البيشنت اللي بيبقى عنده سيمتوم للانفلاميشن ولكن هنا بيبقى سبب الانفلاميشن نوت بكتيريال انفكشن ولكن بيبقى الانفلاميشن هنا ناتج عن وجود الفيرال انفكشن، لان زي ما احنا قلنا في حالات الفيرال انفكشن بيحصل انهيبيشن للبروكالسيتونين فورميشن. عشان كده بيبقى الفيرال انفكشن عامل انفلاميشن ولكن البروكالسيتونين بيبقى قليل، عشان كده بنقدر نستخدم البروكالسيتونين في ان هو يفرق ما بين البكتيريال والفيرال انفكشن. الاحتمال اللي بعد كده وهو ان البروكالسيتونين ليفل بيبقى لو ان بيشنت وزود سيمتوم ما بتبقاش السيمتوم ظهر، في الحاله دي ممكن يكون في لوكالايزد انفكشن اللي ما وصلش لمرحله ان هو يبقى سيستميك او في حاله سيستميك انفكشن فعلا بالبكتيريا ولكن بيبقى
في المراحل الاولى اللي هي اقل من 6 اور، لان احنا قلنا البروكل ستون عشان يزيد بيحتاج من 4-6 ساعات من بدايه حدوث الانفكشن. عشان كده لو انت قست البروكل ستون ان ولايه الليفل بتاعه قليل في البيشنت اللي ما عندوش اعراض للانفلاميشن، ممكن يكون ده localized infection وممكن يكون لسه العدوى في بدايته. عشان كده لازم نعيد الاختبار بعد فترة عشان نتأكد من وجود البكتيريا infection من عدم. عشان كده البروكال ستونين له مجموعة من الادفانتجز، اهمها ان هو بيبقى specific for bacterial infection، كمان correlates with severity of the disease and mortality، بمعنى ان كل ما يزيد البكتيريال انفكشن كل ما يزيد البروكال ستونين، وكمان اما بيوصل لليفل معين بيدينا انديكيشن ان هيحصل سيبتيك تشوك واللي بتؤدي للمورتاليتي. كمان البروكال ستونين rapidly rises نتيجة للانفكشن، وكمان بيحصل لها rapid decline with control of infection، بمعنى اما بيحصل انفكشن بيزيد بشكل سريع واما بيحصل علاج بيقل بشكل سريع. وبنلاقي ان البروكال ستونين بيقل بنسبة 50% كل 24 ساعة، اللي احنا بنسميها الديلي ديكريز، في حالة الكنترول اوف انفكشن يا اما بالهوست اميون سيستم او عن طريق الانتي مايكروبيال اللي هو العلاج بالمضاد الحيوي، وعشان كده احنا بنسميه سنسيتيف انديكيتور للانفكشن. كمان البروكال ستونين نوت امبيرد باي نيوتروبينيا اور اذر اميونو سبريسيف ستيتس، بمعنى ان في حاله حدوث البكتيريال انفكشن عمليه السكريشن للبروكال ستونين ما بتبقاش مرتبطه بالاميون سيستم والاميون سيلز، فبالتالي لو المريض نفسه عنده ديكريز في الاميون سيلز زي في حالات الديكريز في النيوتروفيل اللي احنا بنسميها النيوتروبينيا، او في حاله وجود الاميونو سبريسيف ستيت اللي هي بنلاقي فيه جهاز المناعي كله فيه مشكله، ودي تعتبر ميزه كبيره جدا لان البروكال ستونين بيزيد بالرغم من وجود النيوتروبينيا والاميونو سبريسيف ستيت، لانه بيخرج من انسجه كتيره جدا داخل الجسم غير مرتبطه بالاميون سيستم، وعشان كده هو مؤشر جيد للسيبسس حتى في حالات الاميون ديفيشنسي. اما بنيجي نقارن ما بين الكلينيكال باي ماركر اللي بنستخدمها فور دايجنوزيس اوف انفلاميشن اند سيبسيس، اللي هي عباره عن السيتوكاين السي رياكتيف بروتين اللي احنا بنختصره بالسي ار بي، وكمان البروكالستون. بالنسبه للسبيسيفيستي للانفكشن بنلاقي ان البروكالستونين هو اكتر باي ماركر سبيسيفيك فور انفكشن اكتر من السي ار بي واكتر من السيتوكاين. السنسيتيفيتي للانفلاميشن بنلاقي ان السيتوكاين والسي ار بي بتبقى اكتر من البروكالستون، عشان كده احنا قلنا البروكال ستونين لو حصل زيادة بسيطة ممكن تبقى نتيجة للإنفلاميشن، ولكن البكتيريا الإنفكشن بيزوده بزيادة كبيرة جدا، عشان كده هو بيبقى more specific للإنفكشن أكتر من الإنفلاميشن. الأدفانتجز كل باي ماركر بيبقى له أدفانتج، السيتوكاين بيبقى sensitive وبيحصل لها rapid induction، السي رياكتيف بروتين بيبقى inexpensive وmoderately specific، بينما البروكال ستونين بيبقى وايت سبيسيفيك للبكتيريال انفكشن، بيحصل له رابيد اندكشن وبيزيد بشكل كبير جدا من 6 ل 12 اور، وكمان كوروليت ويز ذا سيفيريتي اوف ايلنس. بالنسبه للديس ادفانتج السيتوكاين بيبقى هايلي فاريبل، بمعنى ان في انواع كتيره من السيتوكاين وكل واحد منهم بيزيد في انواع معينه من الانفلاميشن، كمان بيبقى لها شورت هاف لايف بمعنى ان هي بتزيد بسرعه وتقل بسرعه كبيره جدا، كمان بتبقى اكسبنسيف في عملية الياس داخل المعدة، بينما الـ CRP بيبقى من الـ disadvantage بتاعته ان هو moderately specific، معنى ان هو ما بيقدرش يحدد مكان ولا نوع الانفلاميشن الموجود داخل الجسم، بيحصل slow induction بمعنى ان هو بيزيد في وقت اكبر من اللي بيزيد فيه البروكالستونين وبيستمر لفترة فيه زيادة، عشان كده البروكالستونين يعتبر اسرع منه، كمان no correlation with the severity بمعنى ان هو ما بيقدرش يزيد مع زيادة الانفلاميشن او الانفكشن داخل الجسم، بينما البروكال ستونين من الديس ادفانتج بتاعته ان هو بيبقى اكسبنسيف في الميجرمنت داخل المعمل وخاصة عن طريق قياسه بالإلايزا تيست، كمان بيبقى لو سنسيتيفيتي فور لوكالايزد انفكشن، وعشان كده يعتبر البروكال ستونين افضل مؤشر لحالات السيبسيس او البكتيريال انفكشن. الميجرمنت اوف بروكال ستونين، البروكال ستونين بنقدر نقيسه عن طريق الإلايزا تيست، في حالة الإلايزا تيست بنستخدم الانتي بادي سبيسيفيك فور هيومن بروكال ستونين وبيبقى
فيكسد على الويلز الموجوده في الإلايزا بليد. زي ما احنا شايفين في الشكل بنلاقي البرايمري انتي بودي بيبقى فيكسد على السوليد فيز، بعد كده بيتحد مع البروكال ستونين، بعد كده بنستخدم السكند انتي بودي اللي بيبقى متحد مع البايتين والهورس راديش بيروكسيديز، واللي من خلاله بيتم رياكشن والتشينج في الكلر، وبعد كده بنقيسه على الإلايزا ريدر. والإلايزا تيست بتعمل كوانتيتيف ميجرمنت للبروكال ستونين سواء في السيرم او البلازما. الميثود الثاني اللي بنستخدمها فور ميجرمنت اوف بروكال ستونين وهو الاميونو تيربيديمتريك اسي، واللي بيتميز بان هو بيبقى كونفينينت والكوست بتاعته بتبقى اقل من الإلايزا تيست، عشان كده بنسميها الكوست افكتيف. بنستخدمه برضو فور كوانتيتيف ميجرمنت اوف بروكال ستونين في السيرم او في البلاد، وهو بيعتمد بشكل كبير جدا على وجود المايكروسكوبيك بارتكلز اللي بتبقى متحده مع الانتي بوديز ضد البروكال ستونين. الميثود الثالثة اللي بنستخدمها وهي بنستخدمها فور رابيد دياجنوزيس بنسميها البوينت اوف كير تيست، ودي عبارة عن نوع من انواع الرابيد تيست. بنستخدم فيها التيست كاسيت زي الموجود قدامنا في الصورة، بيبقى فيه كنترول لاين بنختصره بالسي، وفي التيست لاين اللي بنختصره بالتي، وبنستخدمه فور سيمي كوانتيتيف ميجرمنت للبروكال ستون، بمعنى ان هو ما بدناش كونسنتريشن، ولكن زي ما احنا شايفين في الريزلت على حسب الكلر اللي بيطلع فيه التيست لاين والدينست بتاعته بنقدر نحدد هل في هاي ريزلت او ميدل ريزلت او لو ريزلت للبروكال ستون، وده احنا بنسميه رابيد تيست وبنقدر نستخدمه في المنزل. في النهاية بقى احنا اتكلمنا على كل المعلومات الخاصة بالبروكال ستونين، وهنختصر المعلومات اللي قلناها في الفيديو كلها في مجموعة من النقاط. اول حاجة احنا عرفنا ان البروكال ستون عبارة عن ماركر فور بكتيريال انفكشن اند سيبسيس، بيزيد during systemic bacterial infection and inflammation. بنقيسه عشان نعمل distinguish between bacterial and non-bacterial condition so that it is helpful to diagnose sepsis. Normal value تبقى up to 0.15 نانوغرام على المليليتر، نقدر نقيسه في السيرم او في البلازما عن طريق الإلايزا او الميونوتيربيديمتريك اسي. البروكال ستونين تيست بالرغم ان هو have greater sensitivity and specificity for bacterial infection، ولكن لازم بنعمل evaluation of بروكال ستونين result along with the entire clinical picture is important، بمعنى ان احنا ما بنعتمدش على البروكال ستونين لوحده في تشخيص البكتيريال انفكشن والسيبسيس، ولكن لازم بتبقى مرتبطة بوجود السيمتوم والأعراض على البيشنت.